الآن بكل هوادة باش يوصل إلى شباك الفريق المنافس، لكن ثم بعض أخطاء خصوصا على مستوى الميدان وخصوصا بالنسبة للتمريرات اللي مخطئة للخصم. نوانيري، نوانيري يحاول مع أحمد مجاهد ويرجع محمد الختم، محمد الختم يوزع والحارس فرصة كبيرة ياسر وتسجل هدف، فرصة كبيرة ياسر وغلطة لفائدة الفريق الهلال السوداني، ويتمكن هيثم طنبل من تسجيل عن طريق بواسطة هجومات وعكسة. هذا هيثم طنبل اللي كنا نبهنا عليه، وشوفوا محمد ختم يفك الكرة ويجي من الخلف ويوزع في طبق الحارس ما خرجش عليها حمدي القصراوي ويكون الهدف. والجماهير الترجي التونسي ما زالت تواصل املا في عوده الترجي الرياضي التونسي، وفرحه كبرى لهيثم طنبل كان في ربع ساعه لعب والنتيجه تتغير مع الملاحظه وانه شوفوا انتم الرقم اربعه هو دخل منذ قليل مكان شكون؟ مكان حارس مكان مهاجم وهو جودوين يعتبر خطير، ولانه بالنسبه لوحيد الحدوسي يعرف معرفه جيدا الترجي الرياضي التونسي، ولانه اللي كان خرج هو جبريل علاء الدين جبريل كان يشغل خطه ظهير ايسر، يعرف خطه الترجي الرياضي التونسي على الرواق الايمن اللي فيه المالكي ويكن، خرج مهاجم ضحى به واعطى ودخل ظهير ايسر حتى ما يخليش الترجي الرياضي التونسي كورمات. واحمد مجاهد ولكن ترجع من الدفاع ويخرج نوانيري بعد هذه الكره ويتعكس الهجوم لفريق الترجي الرياضي التونسي. توصل الكره الى سلام القزاوي، سلام القزاوي، سلام القزاوي، سلام القزاوي ياسر وتوصل فيها فرصه للترجي الرياضي التونسي والحارس والهدف. لا ماركينوس، ماركينوس حقيقه ما عندوش حظ هذا اللاعب، تصطدم بالعارضه، تصطدم بالعارضه على اثر هجوم خطير وسريع جدا للترجي الرياضي التونسي، وكيما الكره كان هذه صعيب ياسر باش تضيع وفي النهايه ضاعت. جوهر المناري غير كليا وتوصل الى عصام جمعه، عصام جمعه، عصام جمعه يصوب وتصطدم في احد المدافعين وتخرج ركنيه، ركنيه لفريق الترجي الرياضي التونسي. تقريبا 68 دقيقه لعب والنتيجه الى حد الان هدف لصفر في الهلال السوداني. عصام جمعه، عصام جمعه يحاول يراوغ، عصام جمعه والهدف، هدف التعادل، هدف التعادل من كمال زعيم على ما يبدو، هدف التعادل، هدف التعادل كان مباغت في الدقيقة إذا 68 تتغير النتيجة وتصبح هدف لهدف كمال زعيم مباغتة كما قلت. أشوف عصام جمعة وكمال زعيم يدور حول نفسه ويسجل الهدف التعادل من 68 دقيقة لعب، كمال زعيم يغير النتيجة وتصبح هدف لهدف. نذكركم وأن الترجي الرياضي التونسي إذا تبقى من وقت من الوقت الأصلي للمباراة تقريبا واحد دوس. والهدف الثاني معين شعباني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني على أثر توزيعه من مراد المالكي من الناحية اليمنى، مراد المالكي ينظر ويوزع ويتمكن بتصويبه راسيه معين الشعباني قائد الفريق في اسكانها في زاويه كانت مستحيله على حارس المرمى ابو بكر شريف اللي كان متميز في خلال بدايه منذ بدايه المباراه. وشفتوا هاي الاعاده بالصور البطيئه وتصبح النتيجه هدفين لهدف ضمن ربع ساعه لعب. ما زلت وصلنا على نهايه المباراه، هل الترجي في هذه الربع ساعه بامكانه مع تشجيع الجماهير الغفيره الوفيه لتساندو من قلب الاوضاع والعوده ايدوريزي الان في هجوم عاكس، ايدوريزي يوزع ومع ذلك ثم فرصه للترجي الرياضي التونسي ولكن التصويبه بتاع عصام الجمعه كانت عاليه، علما وانه ثم كان تغيير منذ قليل بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، ثم تغيير امين الطيف ودخل ومعين الشعباني اصبح قلب هجوم نعرفوه يحظى قرين لانه نعرف 3-1 غير كافيه. رجع الكره لفريق الترجي الرياضي التونسي، سيره وتصويبه والحارس وفرصه، فرصه والهدف الثالث ممتازه جدا من ايدوريزي، ايدوريزي، ايدوريزي يتمكن في الدقيقه 76، ايدوريزي يتمكن في الدقيقه 76 من تسجيل الهدف الثالث، ولكن للاسف الشديد هذا الهدف الى حد الان، إلى حد الآن غير كافٍ
لترشح الترجي التونسي، نعرف على مستوى تدارك الامور 3 أهداف مقابل 3 أهداف، لكن للاسف الهدف اللي قبله ترجي الرياضي التونسي مع مطلع الشوط الثاني الى حد الان كلف غالي، ولكن الامل كما قلت منذ قليل في كره القدم دائما وابدا قائم، وما دام ثم لاعب وما دام الحكم ما يطلقش الصفره نتاعه مازال كل شيء ممكن. وتعبيرا بطريقته الخاصه ايدوريزي اللي اعطاه انتعاشه الى جانب عصام جمعه من الجهه اليسرى، ايدوريزي ما يخليش الفرصه تمر دون تسليمها، واكيد كذلك بالنسبه الى الترجي الرياضي التونسي يكون عنده دفع معنوي كبير وكبير جدا. هلال السوداني وكمال زعيم في تنفيذ هذه المخالفة. فريق السودان السوداني وفرصة والهدف الرابع، الهدف الرابع لفائدة الترجي الرياضي التونسي، الهدف الرابع، هدف الترشح، هدف الترشح يتسجل على اثر مخالفة، واللي تولى تنفيذها هو كمال زعيم. اكيد وانه امام هذا الهدف يعبر عن فرحه كبرى، الهدف الرابع في الترجي الرياضي التونسي وفرحه لا توصف بالنسبه للاعبين. ومعين الشعباني يتمكن مره اخرى من تحقيق الثنائيه، هدف ثمين وثمين جدا لفائده الترجي الرياضي التونسي في هذه المقابله، وكل اللاعبين اظهروا وابرزوا شخصيه قويه في العوده، خصوصا وانه كان منهزم وخلال بدايه الشوط الثاني بالهدف، نعرف مثل هذا الهدف بنقطه دارجه يحش كاين، ولكن الترجي الرياضي التونسي وجد في خبره لاعبيه وفي اصرارهم وحب القميص والدفاع عن كره القدم التونسيه باعتبارها ممثلين لها الى جانب النجم الرياضي الساحلي، وجد القوه الكافيه للعوده من بعيد الى في هذه المباراه. وتحيه اعجاب كذلك الى الجماهير الوفيه، إعادة أمامكم، شوفوا بالتماع رأسية فيها إصرار كبير وحب للانتصار، هذه هي الغريزة الكبرى للاعبين، ومش يم اللاعبين الكبار اللي عندهم شخصية كبرى، ويجهش بالبكاء وعين الشعراني تعبير عن هذه الفرحة. وكما شفنا من الأول كمال زعيم يتبادل العناق معاه، أكيد كان مستغرب لأنه حاجة في من اغرب تجم يكون الخيال، 4 أهداف شيء نجم نقوله ماهوش دائما وابدا يحدث، والعوده في هذه المباراه والترجي يبقى دائما وابدا ذلك الفريق القوي اللي نعتز به. الى ترشح الترجي ترشح مستقبل رياضي البرسا في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، ونقول بالنسبه لشبيبه القيروان كذلك لابد من توجيه لها تحيه تقدير، لانها انتصرت 3-2، ما كانش التفوق بتاعها واضح، وهي المنتميه الى الدرجه الثانيه وشرفت كره القدم التونسيه في لقاء العوده، ونتمنى لها حظ اوفر. والهدف الخامس، امين التيفي، هذا هو هدف الامان والاطمئنان بالنسبه الى الترجي الرياضي التونسي، الهدف الخامس، وحسم الامر الان، ويمكن القول وفصل ما في الصدور وقضي الامر، بهذا الهدف الخامس من جانب الترجي الرياضي التونسي. امين التيفي يحقق هدف الاطمئنان، هدف الامان بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي، وأدركنا واجتزنا 5 دقائق، شوفوا بالنسبة للقزاوي عمل كبير وكبير جدا يعرف على الجميع ويواصل وتجي الكرة وحب بلقطة فنية بالقدم، ولكن تعود للأمين التيفي من جديد ويسجل الهدف الخامس. كما تلاحظوا بالنسبة إلى التغييرات وما يعبر عليه الكوتشينج بتاع الإطار الفني الثنائي التونسي، كل من لطفي جبارة والعربي اعطى النتائج بتاعه خلال الشوط الثاني، واللاعبين اللي دخلوا كيما ايدوزي وامين التيفي حققوا الاهداف اللي مكنت الترجي الرياضي التونسي من العوده من بعيد والترشح، ونحن خصوصا في هذا الوقت نعيش